هذا التمثال يشير الى شباك الكحالي في سبتمبر 61 وين كانت معركة واستشهد غدير الله يرحمه وأشر الملازم عام الثلاثي بعد إصابته، وكانت فرنسا مدعومة في ذاك بالحلف الأطلسي. شعب نيشان في قرداية كما هذه كما تاع الضايع كان مشارك فيهم كاع الله يوليه برحمة الله، ولكن اللي كان الشهيد والمجاهد الشهيد والمجاهد من حب الوطن وصل المجاهد حتى عشا ياكل في الحشيش، هم اخواني المجاهدين اعضاء جيش التحرير الوطني على البال، وصلوا حتى ياكلوا في الحشيش فاشتقتوا به، والحمد رب العالمين الحمد رب العالمين ما بهم حتى حب حاجه لا حب منصب لا حب حاجه لا حب مال لا حب شهره لا حب والو، عندهم حب الوطن. المجاهد اللي يخدم لك معناه كان اللي قعد سبع سنين وسبع سنين ونص وستة وخمسة وربعة خدام من حب الوطن، مش من حب جورني ولا مسؤولية ولا حاجة. نتمنى للشهداء الرحمة. الناس اللي أنا واقفة عمي إبراهيم هنا والمجاهدين تاع الجهة ربي يطول في عمرهم إن شاء الله وربي يعطيهم الصحة وربي ينصرهم إن شاء الله، ونقولوا للأجيال يعني اللي جاية يعني تحافظ على هذا الأمان وتحافظ على الجزائر، الجزائر وردة واللي يحفظ الله حفرة يطيح فيها.